السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من ذاكرتي مع سيد الرئيس نوري بوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس تيار يا بلادي. فباسمكم جميعا نرحب بالسيد الرئيس، أهلا وسهلا بك. مرحبا سيد الرئيس. وقفنا في الحلقة الماضية عند انقلاب حفتر على قناة العربية، لكن دعني أعود بك قليلا إلى حدث مهم أيضا، وهو في شهر نوفمبر 2013 تحديدا يوم 15 نوفمبر، ما عرف بعد ذلك بأحداث غرغور. يعني نعلم جميعا أن أحداث غرغور كانت بسبب حادثة وقعت في طريق الشط في طرابلس، وكان نتيجتها يعني مقتل أحد قادة الكتائب في من مدينة مصراتة، وهذه الكتيبة مقرها في غرغور، ونتيجة هذا الحادث حدثت مواجهات عسكرية في قلب المدينة، فحدث احتقان داخل طرابلس ونتج عنه مظاهرات لإخراج الكتائب. هنا كيف كان يرصد المؤتمر الوطني هذه الأحداث وتداعياتها إلى أن وصلنا إلى حادث الغرور؟ بالتأكيد عندما تذكر هذه الواقعة وذلك الحدث مهما كان هو أليم جدا، ونترحم على من قضى في ذلك اليوم أو الأحداث المتوالية من بعده. وعلى ضوء سؤالك كيف كان المؤتمر الوطني يترقب، نحن دائما ترقبنا من خلال الحكومة. نحن عيننا حكومة ورصدنا ميزانية بناء على طلبها، فلذلك يجب من المعلومات تصلنا بالتوالي من وزارة الداخلية أولا، ثم من الجهات الأمنية للجان المختصة لدينا أيضا. كان التحضير دائما وما يشاع كل التهم إلى الكتائب المسلحة. الشعب الليبي جميعا يعرف أن هناك كتائب مسلحة، وأمل الشعب الليبي والمواطنين جميعا في أن تخرج هذه الكتائب، لأن مقر الجيش ولا أمكنة الجيش هي ليست في المدن، إنما هذه المهام يجب أن تكون موكولة في حماية أمن المواطن وفي حماية حدود المدينة ودخول مخارجها ومداخلها، وبالتالي المدن الأخرى من خلال وزارة الداخلية والأمن الداخلي والمباحث العامة والمباحث الجنائية. نعم، حدث هذا الحدث هو حتى عندما نقول أن أحد ثوار مصراتة أو مسلحي مصراتة تم اغتياله أو الاعتداء عليه من قبل من الكتائب المتواجدة في طرابلس. عندما يكون تأليب الرأي العام كأن فيه عداوة لمصراتة بحد ذاته، وكأن الفرد سواء كان من طرابلس أو من مدينة الزنتان أو من مدينة جادو أو من مدينة الزاوية، للأسف المغرضين يضعونها في قالب كأن مصراتة مستهدفة من قبل طرابلس جميعا أو العكس صحيح. فاللي حدث، نعم حدث هذا الشيء، فيجب أن وزارة الداخلية هي من تسيطر على الموقف. تم الدعوة مباشرة إلى مظاهرات واعتصامات إلى أن تخرج الكتائب خارج طرابلس. إذا نأخذ في أصل النية أو الأصل في الدعوة لهذه المظاهرات، نعم هي مظاهرات مشروعة، أن العاصمة يجب تكون آمنة دون حضور تشكيلات مسلحة وأيضا بقية المدن الأخرى، ولكن الواقع العملي يفترض أن هناك حماية. إذا لم توفرها وزارة الداخلية بهيكلها، وإذا الحكومة ما امتدتش يدها على كل المرافق بتوفير الحماية اللازمة، وأنت تشوف يا أستاذ عبد الله حتى في أثناء الاعتداء على العاصمة أو الاعتداء على بعض المدن الليبية من قبل قوات مثلا زي نقول قوات حفتر أو الانقلابي حفتر، الذين يتوافدون على حماية هذه المدن هم الثوار المسلحون نفسهم. مش يعني، وهذا الشيء اللي يؤلم جدا. أنا ربما نذكرك في الحلقة الماضية أو التي قبلها عندما تحدثت كيف تكونت غرفة ثوار ليبيا، يعني ما الداعي إلى أن نكون غرف وأجهزة خارج الهيكلية الخاصة بوزارة الداخلية والهيكلية الخاصة بوزارة الدفاع
والهيكلية الخاصة بقوات الأمن الداخلي والخارجي. ما ألجأنا إليه ذلك كما طرحتنا آنفا في الحلقات الماضية، عندما تعهدت الحكومة أمامي وجهاز المخابرات بأنه لديهم قوة عسكرية مدربة ومنتظمة ومحترفة تتكون من 4000 عسكري من ضابط وضباط صف وجنود. ثم انتظرتهم ثلاثة أيام بناء على الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء في ذلك الوقت علي زيدان وبحضور مدير جهاز المخابرات العامة، وانتظرت 3 أيام وجاءني الرد بأنه لا يوجد حتى 400 أو ربما حتى 40. فاضطررنا إلى دعوة الثوار من جديد وتكوين غرفة الثوار ليبيا. طيب، هذا السبب في اللجوء إلى الثوار لتوفير التأمين، وكان ذلك أيضا وقرأنا في الحلقة الماضية جملة من التكليفات وللدروع ولغرفة الثوار ليبيا ولغيرهم من وأمراء المناطق لحماية البلاد في سواء في طرابلس والمنطقة الغربية أم في بنغازي أم كذلك أيضا في الجنوب. لكن نعود إلى نقطة قلب الحدث في هذه المسألة، وهو حادثة غرغور. كان هناك مظاهرات سلمية في البداية، كانت في أمام بعد صلاة الجمعة أمام مسجد القدس، وهو بداية طريق يفتح على طريق المطار التي تتواجد فيه هذه الكتائب في بدايتها. يعني هذه المظاهرة لم تظل في مقرها ومكانها كما كان في الأول، الدعوة إلى التظاهر أمام المسجد. يعني برأيك الآن ما الذي جعلها تقترب وتذهب إلى مقرات العسكرية؟ يعني تكرر نفس الحادثة ونفس السيناريو الذي حدث أمام درع واحد في بنغازي وما يسمى بعد ذلك بالسبت الأسود. هو أستاذ عبدالله، طبعا للأسف التجربة عندما تكون ناقصة في المعرفة كيف تعد لي مظاهرة أو كيف تدعو إلى مظاهرة. أصلا في العالم جميعا هناك تنسيقيات وهناك قيادات لهذه المظاهرة، وهناك إذن خاص يؤخذ من وزارة الداخلية ومن الجهات الأمنية المختصة لمعرفة الغرض من أي مظاهرة ومن هم المسؤولون عن هذه المظاهرة وخط السير للمظاهرة وما هي الحماية الأمنية المتوفرة. ولكن عندما يكون التحرك بحماس منفرد وربما حتى حماس فيه حسن نية، يعني مش حماس، للأسف الأيدي الآثمة والأصوات المغردة تستغل مثل هذه الجموع أو تكون في الأصل هي من وراء المنادات مثل هذه المظاهرة. يعني يتحرك الذين هم على حسن نية بمجرد الدعوة لهذه المظاهرة لإظهار صوت الحق، لإظهار المطالبة بأننا نريد مدينة آمنة ولا توجد فيها مظاهر مسلحة. ولكن الذين كما هم عبروا على أنفسهم بصفة القادمون، دائما نحن قادمون، ومن يؤججون المواقف ضد مصلحة الثورة الحقيقية يستغلون مثل هذه الجموع ومثل هذه التظاهرات. كما أنت عبرت أن يجب أن تكون في محيط جامع، على ما أعتقد جامع القدس في ذلك الوقت، وحتى لو تحرك كتلة أمتار معينة. وأنا أذكر حتى سماحة المفتي كان سئل على الهواء مباشرة أو من بعض من دعا إلى مثل هذه المظاهرة، وهو من حيث المبدأ أكد على مشروعية المظاهرة عندما تكون سلمية وعندما تطالب بخروج التشكيلات الغير شرعية أو الغير المنضبطة تحت مشروعية الرئاسة الأركان أو مشروعية وزارة الدفاع. ولكن أكيد أكد بأنها يجب أن تكون وفق سياق منضبط وفي حدود السلمية فقط. لكن مع ذلك رغم هذه الدعوات السلمية خرجت المظاهرة عن طورها واتهم البعض، وكانت هناك شبهات حقيقة في أن هناك من كان، إما البعض يقول هناك مندسين في المظاهرة، وبعض يرى بأن هناك أطراف أخرى أطلقت النار على التشكيلات المسلحة مما استوجب الرد، وكان الرد عشوائي وكانت الضحية هم بعض المتظاهرين، وصل إلى 40 قتيل وربما أكثر من 100 وربما مئات من الجرحى. يعني تداعيات هذا الحدث كانت كبيرة، ومن ثم خروج
كتائب مدينة مصراتة، ونحن نعلم حجم قوة كتائب مصراتة وخاصة دورها، وتبين ذلك في عدة مواطن كانت حاسمة في ثورة فبراير. هل برأيك أن المقصود كان هو هذا الهدف، وهو إخراج كتائب مدينة مصراتة، واستغل هذه المظاهرات ذريعة لذلك؟ أو لا يوجد أحد لديه الدليل أن كتائب مصراتة هي الوحيدة دون غيرها في تأزيم الموقف داخل طرابلس، ونحن نعرف جميعا بأن طرابلس عاصمة للليبيين جميعا. صحيح أن فضل أهل طرابلس الحقيقيين، ولا نقول الطرابلسية بالتعبير العامي، هم أهل كرم وأهل استقبال وعندهم رقي، عرفت، وفيهم طبعا الطيب وفيهم غير طيب بالتأكيد كأفراد، ولكن في جموعهم طرابلس دائما لها ذكرى طيبة في نفوس الليبيين جميعا. ولكن عندما نحصر المشكلة فقط في كتائب مصراتة، لا، بالعكس، طرابلس كان في مطار طرابلس هناك تشكيلات، وفي مطار معتيقة هناك تشكيلات مختلطة، وفي الحدود الغربية لطرابلس في منطقة جنزور وفي منطقة 27 هناك قوة مختلطة، وفي الحدود أيضا في جهة السواني وبن غشير هناك أيضا قوة مختلطة ومشتركة. ربما تصادف الموقف لأن الاقتتال أو القتال أو الاعتداء حدث على مدنيين في منطقة غرغور بحد ذاته، وكانت الكتيبة المتمركزة أو مجموعة الكتائب، نحن نقول كتائب، هي رأوا العدد الكتيبة يجب أن لا يقل عن 420. هم سرايا، هم ربما نعم سرايا أو سرايا أو مجموعات مسلحة، حتى عندما نقول لكن يبقى أنه مقرات فيها تشكيلات مسلحة. نعم فيها تشكيلات مسلحة، ولعل جزء منها عموما هي رأي الحقيقة، حتى نكون موضوعيين في هذه النقطة، أن هناك شكاوى، ليست التشكيلات ليست منضبطة. نعم. يعني لم تكن هناك، وهذه كانت موجودة في عدة مناطق في طرابلس من ضمنها منطقة غرغور. نعم. فهي حتى هناك شكاوى من الناس ومن أهل المنطقة من عدم انضباط أفراد هذه التشكيلات. هو أستاذ عبد الله اسمح لي، عندما تكون التشكيلات المسلحة ليست مندمجة تماما في مؤسسة عسكرية، فالانضباط يبدأ معدوم. نعم. ونسبي فقط. أنا أقولها وأنا بصفة رئيس مؤتمر والإخوة أعضاء المؤتمر يدركون ذلك جيدا. لا في مداخل مطار طرابلس ولا داخل، مع احترامي للنخبة ممن يحمي مطار طرابلس في ذلك الوقت، أو من يحمي مطار معتيقة، أو من يحمي حتى المرافق فيما يتعلق بالحرس الرئاسي في القصور أو في مجلس الوزراء في طريق السكة، هناك انفلات وهناك عدم انضباطية من بعض الأشخاص، والشخص الواحد قد يسبب مشكلة. أنت أعطيك معلومية ويذكرها جميع أعضاء المؤتمر الوطني، وصلنا نحن في مرحلة في المؤتمر الوطني لا نستطيع الخروج من مطار طرابلس والعودة إليه، يعني الإخوة من المنطقة الشرقية في يوم من الأيام وأنا موجود في جلسة وجاءوا بشكوى، قالوا إحنا اليوم استفزينا استفزاز غير عادي من بعض المسلحين داخل مطار طرابلس، وطلبوا مني وأنا داخل جلسة أن يؤذن لهم السفر من وإلى من مطار معتيقة فقط. واتصلت بالسيد علي زيدان وأنا في الجلسة، لأن هناك قرار في ذلك الوقت من وزير المواصلات السيد مبروك، لا أذكر اسمه، اللي كان من الزنتان وزير المواصلات، استصدر قرار بأن مطار معتيقة للنقل فقط وليس لل، فعملنا استثناء. شرائك وأنا كرئيس ممنوع علي أن أطلع من مطار طرابلس الدولي، ما سافرتش ولا رحلة من مطار، يعني أنا متنقول ممنوع تجنبا لإحداث، يعني للأسف الشديد، ولا أتهم مدينة بحالها إذا لديها تشكيل. هناك تشكيلات مسلحة لها أغراض وأجندة سياسية، وتقوم مثل هذا بهذا التمييز وهذه المضايقات. وهذا مفهوم، كانت هناك تشكيلات مسلحة تابع الزنتان هي مسيطرة على مطار طرابلس الدولي في ذلك الوقت. لكن الدعوات اتخذت طابع من اسم المتظاهرين، وخصوصا من دعوات رئيس البلدية وقتها الدكتور سادات البدري رحمه الله، كانت ظهرت يعني مثل نعرة الطرابلس للطرابلسيين. هذا كانت يعني ربما اتخذت مثل هذه الذريعة عند البعض، و يعني كانت هناك ردة فعل يعني من قادة مصراتها، أن شعروا بأن هناك يعني مسؤولية تجاه كتائب الموجودة في طرابلس، فقاموا بسحب هذه الكتائب.
هو ليس السحب فقط طبعا بالنسبة للناس العقلاء في مصراتة وهم كتر بإذن الله، وفي أي مدينة أخرى نحن لا نخصص مصراتة فقط، عندما حدثت هذه الواقعة واشتدت الأزمة أيضا حدث تشنج من أهالي طرابلس وفي النخب السياسية لديهم مثل بتقول المجلس البلدي، وقد المجلس البلدي يكون محق سواء ترأسه السيد السادات البدري رحمه الله في ذلك الوقت أو جميع أعضاء المجلس البلدي والنخب الموجودة داخل طرابلس، منهم من ينفع الانفعال فيه زيادة ومنهم من يتألم، يعني عدد أكثر من 40 قتيل ليس بالعدد البسيط، نحن النفس الواحدة والروح الواحدة لها معنى، يعني نتمنى أن لا يحدث ذلك، ما بالك يتجاوز العدد 40 من غير الجرحى من غير الممتلكات من غير مظاهر الفزع، عرفت هذه فيه نساء وفيه أطفال وسكان مدنيين، بالتأكيد ربما تعطي العذر في ذلك الوقت في حالة الفزع وفي حالة الغضب. وكانت هناك اعتراضات حتى من داخل المجلس البلدي من هذه المظاهرات والتحذير منها، وأذكر مسؤول الأزمة في البلدية كان معترض وكان أيضا أدلى بشهادته في كمراقب لهذه المظاهرات بأنه تم أن هناك تجاوزات حدثت من قبل بعض المتظاهرين أو ربما من جهة مجهولة. يعني هناك تدبير لهذا. ربما نحتاج إلى معرفة موقف رئيس مؤتمر الوطني، أين كنتم في تلك الأحداث؟ أنا في اليوم الحدث موجود في طرابلس، ولكن غدا للغد يوم الغد أذكر كان في القمة الإفريقية العربية، وكانت الدورة السابقة قبل هذه قبل 2011 في ليبيا، فكنت أنا يعني في موقف لأن جاءني السفير الكويتي وقال لي الأمير يعني يلتمس منك، لأن أنا كنت مش مسافر، يعني أحداث مؤلمة، يعني ما يبدأ الإنسان مش حتى مرتاح للسفر يعني. والله كنت أريد أن أسألك كيف ألغيت السفر إلى نيويورك لحضور الجمعية لحادثة في الجنزور، وهذا حادثة أكبر منها. هذه كانت نيتي للأمانة، ولكن قعدت في موقف بروتوكولي ورسمي، لازم أنا اللي بنسلم للأمير جابر صباح الله يرحمه، صباح جابر صباح، ف رأيت أن نكون ليوم واحد نسافر وأحترم البروتوكول الموجود وأسلم الرئاسة للذي يليني، وأحضرت القمة وألقيت كلمة هناك واستغليت حتى الموقف، لمحت وذكرت وصرحت على الأحداث اللي في طرابلس والمؤلمة، وسميت الحدث نفسه أحداث مؤلمة في غرغور وعدد القتلى، وترحمت عليهم في خطاب رسمي من خلال رؤساء والملوك الموجودين في ذلك في تلك القمة، وبعدها رجعت يعني في يعني أنا وصلت لما قبل موعد انعقاد القمة بساعة وغادرتها إلى اليوم التالي مباشرة صباحا، ودرت جلسة على طول في المؤتمر، وكان الإخوة يعني استصدرنا بيان وتواصلنا مع الحكومة اللي الحكومة بعدين يعني طالبت بإجراءات ربما نوضحها في هنا في هذه الحادثة. حدث لقاء بين مبعوث الأمم طارق متري وبين رئيس الحكومة علي زيدان، وطالب علي زيدان ذكر بأن الظروف الآن مواتية لاتخاذ قرار شجاع كما وصف وجريء، وهو حل التشكيلات المسلحة وتسليم سلاحها للدولة. وذكر في حيثيات كلامي بأنه هناك عدم أزمة ثقة بين هذه التشكيلات المسلحة والدولة، ولابد من طرف محايد آخر، وهذه التشكيلات تثق في الأمم المتحدة، وطلب من طارق متري أن يستصدر مجلس الأمن قرار بإدخال قوة عسكرية لتنفيذ هذه القرار وجمع السلاح وحل هذه التشكيلات. وكان رد طارق متري الحقيقة يعني أن هذا قرار غير موضوعي، وأن هذا حتى من مجلس الأمن لن يقتنع بمثل هذا القرار لعدم وجود قناعة بمثل هذه الإجراءات وظروف البلد وردة الفعل العامة الناس لا تقبل هذا التدخل. فهل وصلكم مثل هذا الطلب من رئيس الحكومة؟ لا بالعكس، أول شيء أنا نتألم ونتأسف أن رئيس الحكومة يبحث مع مبعوث أممي رغم أن نحترم وظيفته وما هو موكول إليه. أول شيء هذه مسألة سيادية صرف، ومسألة تتعلق بالأمن القومي وتتعلق
بأداء وظيفي لوزارات تتبع لك يا رئيس الحكومة. أنت عندك وزارة الداخلية وعندك وزارة الدفاع، ولا أدعي أو أزعم لنفسي بأن نقول تؤدي الأداء الكامل، ولكن على الأقل النسبي. عندما تلتجئ أو يلتجئ رئيس حكومة في أي بلد إلى المجتمع الدولي مباشرة، هذا اعتراف، مش غير نقوله ضمني، اعتراف صريح بفشل أداء حكومتك، وأنك على طول تتطلب أو تطلب تدخل دولي في شكل قوة أمنية، معناها أنت سلمت بلدك على طبق إلى السيادة الدولية. ربما في فترة الأزمات لو أن فيه اعتداءات من دول أكبر منك قوة، أو من حاكم عسكري متسلط عند آلة عسكرية وبدأ بيقتل شعبك، وانت هاك الوقت وزير رئيس وزراء وإلا إنسان معارض ولا قد ثورة، هاك الوقت فيه توازن آخر تطلبه، بحيث أنك أنت تدفع الظلم عن شعبك. ولكن أنت تطلب في شأن طبعا ليس بالهين، قلنا 41 قتيل، ولكن أنت بتجيب قوة أمنية خارجية، وانت تعرف ثقافة الشعب الليبي يكره دخول حتى نقول القبعات الزرق بالمعنى، لا غير مهيئ لأن يقبل هذه القوة. بالإضافة أنت كرئيس حكومة، وأنا أقصد السيد علي زيدان، هكذا يجب أن يجتمع برئاسة المؤتمر، لأن هي الجهة التي تمثل الجهة السيادية في الدولة، بل هي جهة سيادية وتأسيسية وتشريعية ورقابية، يعني كل السلطات موجودة، وهي من منحت الثقة لرئيس الحكومة، وهي من صدقت على تشكيل الحكومة، وهي من اعتمدت الميزانية المقترحة من الحكومة. فكيف في هذا الشأن ينفرد رئيس الحكومة ويطرح على مبعوث أممي؟ وبالتأكيد كيف ما أنت أوضحت، المبعوث الأممي لأنه يعرف ما يدور. أول شيء هذا الملف ليس بذلك الملف الكبير بحيث بينعقد عليه مجلس الأمن وبيشكل لك قوة، يعني حتى في فترة الأزمات هذه تحتاج إلى تدرج، وتحتاج إلى رأي مراقبين، وتحتاج إلى رأي السفراء. الدول هذه سواء اللي في المجلس الأمن أو في الأمم المتحدة لديها سفراء ولديها خبراء ولديها مخابراتين، هم اللي قد يضعوا الموضوع في إطار طرح وفي إطار مشروع، ما هي الخطوات المطلوبة لمعالجة مثل هذا الموقف. نعم، وربما للمفارقة أيضا، هو مجرد أن البعثة احتاجت إلى حراسات وأرادت أن تكون هذه الحراسات من خارج ليبيا، كانت ردة الفعل الشارع قوية وخرج مظاهرات بتطالب لا للقبعات الزرق ولا البعثة أيضا. طيب سيد الرئيس، ربما نحتاج إلى الانتقال إلى الموضوع الذي وقفنا عنده، وهو انقلاب حفتر في إعلانه لانقلاب عبر قناة العربية، وهذا الإعلان كان في ظرف أيضا إرهاصات وتهديدات أيضا، وليست فقط حفتر، ولكن جاء بعد اجتماع الذي تم من قبل بعض الضباط في قاعة الشهداء، وصدرت قرارات أيضا ضد إدانة ضد هذا الاجتماع. كيف استمعتم إلى هذا الانقلاب، انقلاب حفتر عبر قناة العربية؟ لو سمحت لي في فقرة متعلقة أو في شأن متعلق ب أحداث غرغور ورجوع قوات مصراتة إلى مصراتة بناء على طلب فعل الحقيقة عقلاء مصراتة والقادة العسكريين أيضا اللي لديهم حكمة، استمعوا لي أنا بصفتي قائد أعلى، واستمعوا لرئيس الحكومة، لأن كان درع الوسطى كله موجود في طرابلس، وكان يفصل في منطقة 27 بين ورشفانة وبين الزاوية اللي عرفت تدارك أي أحداث أخرى. وأيضا الشباب اللي كانوا في غرغور استجابوا إلى مطالب أهليهم وغادروا طرابلس في انسحاب منظم، ويعني حتى نال رضا أهل طرابلس جميعا. هذه النقطة. نعم، هذا، ولذلك استقبلوا في مصراتة أيضا استقبال حافل، ولكن الحقيقة أن مثل هذه الأحداث تبقى نقاط سوداء يتحمل وزرها من خطط لها ومن أوقع مثل هذه الأحداث، لأن سواء كانت في بنغازي في عند الهجوم على الدروع أو ما حدث في طرابلس. سيد رئيس، لعلي أعود بك أيضا إلى هذا الموضوع، ولازلنا في قضية موضوع التشكيلات المسلحة، نعود إليه مرة أخرى، لأنه صدر
قرار من المؤتمر الوطني لاحقا بحل التشكيلات المسلحة في ظروف أخرى. موقفكم من انقلاب حفتر أو إعلان انقلاب حفتر عبر قناة العربية نستمع إليه بعد فاصل قصير. نعم سيد الرئيس، وقفنا عند حادثة انقلاب حفتر الإعلامي عبر قناة العربية. نعم. كيف وصلكم الخبر وماذا كانت ردة الفعل؟ هو خرج في القناة العربية، وأعتقد تم البث الخبر من تونس حسب معلوماتنا لاحقا. بيقول أن جمد الإعلان الدستوري ويعتبر المؤتمر الوطني والحكومة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين، ويعني جنرال يعني انقلب عسكريا واضح يعني صوت وصورة، والعربية اشتغلت على هذا الموضوع كأن ليبيا حفتر أخذها شرقا وغربا وجنوبا. يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين، ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا. وأنا بتصادف ذلك اليوم كنت في مدينتي في زوارة يوم راحة، ونسمع في محللي في النصر في التلفزيون العربية كل مرة يجيبوا بالعواج الخبر اللي قالوا تم السيطرة على مصرف ليبيا المركزي. نعم. ومرة يقولوا خلاص تم السيطرة على القصور وعلى طريق كذا وعلى طريق كذا. فاضطريت أنا للخروج في زوارة في من خلال عرفت قناة، ويعني بشكل مرئي يعني. نعم. وقلت أنا موجود في المدينة وتو حاليا مغادر، هيك يعني أعطيت علم حتى أني مغادر. نعم. المدينة وماشي لطرابلس، والإخوة أعضاء المؤتمر حاليا موجودين في القصور وموجودين في قاعة الركسوس. والمصرف المركزي في شغل عادي، ولا يوجد أي مظهر حتى من المظاهر المسلحة يعني. نعم. عادة في الدول اللي بتحدث فيها انقلابات يبدأ فيها عرفت تحرك عسكري، وبل بتشوف حتى أسلحة ثقيلة، ولا بتشوف مدرعات وتشوف دبابات وتشوف موسيقى عسكرية مش من قنوات خارج البلد. أنت بتتسيطر. نعم. يبدأ عندك قنوات محلية. نعم. وتطلع فيها أنت في البلد نفسه، أنت يعني بتدير انقلاب في طرابلس وأنت مش موجود في طرابلس، ولا موجود حتى في بنغازي اللي بعدين دارها مدينة للأسف. نعم. هذه الحاضنة الجميلة للثورة استغلها موقع عليه، لكن في انقلاب الأول لا يوجد هو داخل أصلا يعني داخل ليبيا، بل بالعكس في الشأن الخاص بموضوع الانقلاب والبيان اللي كان يعد فيه مجموعة ضباط تابعين له في قاعة الشهداء في مدينة طرابلس اللي ذكرناها في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية، هو فر وهرب من طرابلس وطلع عن طريق مدن أخرى بالبر لين وصل لبنغازي. فاحنا طلعوا لرئاسة المؤتمر استصدرنا بيان. الحكومة أيضا أذكر أن علي زيدان كان في مهمة وأطلع حتى هو وتكلم وقال هذا هراء. نعم. وهذا عرفت لا يمثل شيء، وهذه عبارة عن صوت إعلامي هيك وصفها. وبعدها أنا رجعت لطرابلس. وكذلك وزير الدفاع أيضا السيد عبد الله أثني أيضا أصدر بيان. نعم. أو أصدر رسالة لسيد رئيس الأمن الرئاسي. لا عفوا، هذه في فترة لاحقة. نعم بعد ذلك يعني. أي أنا وصلت لطرابلس ودعي استدعيت رئيس الأركان واستدعيت وزير الدفاع في ذلك الوقت. نعم. وطلعنا في بيان مشترك. يعني أنا بيان مكتوب قرأناه. نعم. وطلعت أنا في تصريح، وهو كان على يميني رئيس الأركان وعلى يساري وزير الدفاع، وقلنا هذا يعتبر انقلاب، وأذنا للجهات المختصة من مدعي عام عسكري ونائب عام وكل جهات الضبطية بتطبيق القانون وبالقبض على الانقلاب حفتر. هو الملاحظ فقط هذا الاستذكار أن هذا الانقلاب الإعلامي تم في وقت لم تكن هناك نزاع في الشرعية، كانت كان المؤتمر الوطني العام. نعم. هو الجهة التشريعية الوحيدة المتفق عليها داخليا وخارجيا. نعم. نعم. وقام بهذا الانقلاب. نحن درنا جلسة. نعم. على طول مجرد وصولي لطرابلس يعني في اليوم التالي لوصولي
درنا جلسة استثنائية لاتخاذ الإجراء كجسم تشريعي، وعندنا صفة القائد الأعلى يعني المؤتمر بغض النظر هو مفوض الرئيس في هذا الاختصاص، ولكن في مثل هذا الشأن يجب تكون في جلسة استثنائية. وكان بالإجماع داخل القاعة أو اللي يقول لك كنا فيه بعدين بعض الأعضاء إلا إذا هم خافوا أو هم مشاركون في الانقلاب وقاعدين مختفين. لا بالعكس، كانت جلسة علنية وعلى الهواء مباشرة، وأجمعنا جميعا بهذا كيفنا هذا انقلاب، ويجب فيه اتخاذ كل إجراءات قانونية والقبض على حفتر. أذكر بصفة شخصية جاني السيد شريف الوافي، بصفة شخصية جاني المنصة في لحظة الراحة رفع الجلسة، وقال لي سيد الرئيس يعني كيف بديروا من قبض، وأنا والله بلكش نحلوه المشكلة، عرفت بالتواصل وبالعلاقة. قلت له أنت هل تعرف؟ قال نعرفه وقد نقدر نأثر فيه. قلت له يا سيدي إحنا الأمر صدرناه، وأنت إذا كان تقدر تلين الموقف بحيث يسلم نفسه للجهة القضائية أو للمدعي العام العسكري، إحنا رغم ما بنحكم عليه بالإعدام في بياننا هذا ولا في الأمر القبض عليه، هذا بيحال إلى الجهة الضبطية، وأخذ حتى أسبوع يعني ما بعدها وتقدر تراجع حتى المدعي العام العسكري وتكون وسيلة. وصدر قبض من المدعي العام العسكري طبعا صدر قبض من المدعي العام العسكري، وأنا نطلع كقائد أعلى ومعي وزير الدفاع ورئيس الأركان ما عادش بعدها، وهي دار ما تحتاج لبيانات لشيء. هذا تطبيق القانون العسكري يعتبر هذه خيانة للأمانة، هو ضابط وهو ضابط متقاعد ويطلع في بيان يكفي أن تجميد الإعلان الدستوري اللي معناه هذا كان الوسيلة القانونية والدستورية لبناء الدولة اللاحقة اللي يعني دار المجلس الانتقالي وبموجبه تم انتخاب المؤتمر الوطني للإعلان الدستوري، وبموجبه تم ترقيات بصفة القائد الأعلى لكل الضباط، حتى هو لو موجود كضابط حفتر في ذلك الوقت ورتب تعقيد أخذ الترقية إلى عميد وإلى لواء بعده من القائد الأعلى الجيش الليبي، فهو انقلاب مكتمل الأركان. نعم. طيب في هذه الحالة الآن ربما هذه جريمة مكتملة الأركان كما يعبر القانونيون، ومع ذلك ربما ذهبت مع في خلال هذه السنوات وأصبح الأمر يعني الحفتر شريك سياسي الآن. نعم. هو لو نشخص الناحية القانونية للأمانة أجرم كل من باشر عمله في مجلس النواب في هذا الشأن، وحقل نشرحها بمعادلة بسيطة باش يتفهمها الشعب الليبي، وأعتقد أنه هو يفهمها جيدا ولا فهمها جيدا وكل النخب المثقفة وخاصة القانونية. مجلس النواب تم انتخابه بموجب قانون أصدر المؤتمر الوطني بناء على أول شيء تقوله بعد الاطلاع على إيش؟ على الإعلان الدستوري. مجلس النواب إذن بناء على الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة بشأنه وصل لمجلس النواب بغض النظر على حكم الدائرة الدستورية بانعدام، إلى يومنا هذا وإلى غاية يحتكمون اليوم. إليه به الإعلان الدستوري جمدة حفتر بيك اللي جمد الإعلان الدستوري يجي مجلس النواب يرقيه إلى رتبة مشير ويسند له وظيفة القيادة العامة ويتبنى له عملية الكرامة اللي دارها هو في شهر مايو 2014، ومجلس النواب أول جلسة عقدها في 4 أغسطس 2014. كيف أنت شخص مجمد لك الإعلان الدستوري وانقلب على جسم شرعي اللي هو وصلك أنت يا عضو مجلس النواب ويا أعضاء مجلس النواب، تمشوا تعتوا له هذه الشرعية بيأت الرجعي وترقوه لمشير وتعتوا له وظيفة القيادة العامة، وإلى غاية اليوم هو قلت كيف ما قلت شريك سياسي، بل بدت في حكومات تكون أول ما يجلسوا قدام حفتر، وحفتر من غاية اليوم والقيادة العامة متاعها للتو ما جوش يوم لبوا طلب ولا حتى تجرأ مجلس النواب في دعوته حتى لجلسة استشارية تشاورية، هو يجب أن يخضع للمساءلة عرفت، وعادي جدا يغير. يعني ليش أن اللواء عبد السلام جد الله العبيدي عين المؤتمر الوطني بمجرد دخول الصخيرات لطرابلس وفي عرفت في لحظة يتغير ويعينوا العميد في ذلك الوقت ولا اللواء عبد الرحمن الطويل، ومن بعد جو ثلاثة ألوية عرفت لرئاسة الأركان، ورئاسة الأركان هي بمثابة القيادة العامة لأنه في القانون العسكري ما فيش وظيفة القائد العام، عدل بعدين في مجلس النواب. طيب الآن كيف كان
التصرف مع حفتر وهو خارج البلاد و وانتهى هذا أعلن هذا الانقلاب في على شاشة العربية وفقط وأصبحت بربغاندا تخدم عليها العربية. للأمانة لا أقول ذلك، هي ليست بربغاندا، هو مشروع خدمت عليه الإمارات العربية. لأن أنت ما تصورش شخص في واحد يعني شنو هذه نعتبروها شجاعة، نعتبروها قوة يملكها هو لشخصه، لا بالعكس هو كان مشروع. وربما من الأيام فهمنا المشروع هذا من أيام انضمامه لفبراير، هو جاء من الأول جاهز، وربما جاهز. ودكتور المقري في بعض حلقاته في شاهد على العصر أذكر في الجزيرة وفي ليبيا الأحرار، اللي هو دكتور المقري كان هو هذا عضو معهم في الجبهة الوطنية، هو ذكر أنه بالتاريخ الرجعي وبما ترجعت الذكريات تبت أن الرجل يخدم عميل ويخدم جاسوس ضده. ولكن للأسف البس الثوب متاع فبراير وقفز لين خدا آمر القوات البرية مع اللواء عبد الفتاح يونس الله يرحمه، وإحنا نذكر المواقف وإحنا نتبع في أحداث فبراير في ذلك الوقت قبل التحرير في أيام الانتقالي، بأن كان فيه نزاع وخلاف شديد ما بين اللواء عبد الفتاح يونس الله يرحمه وما بين المجرم حفتر، لأن كان هو هدفه من الأول أن يأخذ هذه الوظيفة، وظيفة رئاسة الأركان. فهي هذه مشروع مكتمل أيضا للأركان، مشروع انقلابي إلى غاية اليوم. دولة زي دولة الإمارات تشجع، وللأسف وقفت مع حتى قوة إقليمية ودولية حتى من مجتمع غربي، يعني حتى في فترات لاحقة للمبعوثين الأمميين ليون كوبلر غسان سلامة ستيفاني كانوا في نفس المنزل، يشوفوا رئيس مجلس النواب ويشوفوا رئيس ما يسمى بمجلس الدولة ويشوفوا الرئيس الرئاسي ورئيس الحكومة، وقد يسبق هذا كله الاجتماع بما يسمى بالقائد العام. وفي اتفاق الصخيرات كوبلر يمشي إلى غاية الرجمة ويقول له سيدي شو اللي تبيه، غرعتينا شنو رضاك، يقول بنبي علي القطراني ونبي رئيس الأركان يكون فلان ونبي كذا، وتوالت الحكومات إلى غاية اليوم أنها مشي ينال رضاه. فمن ناحية القانونية للأسف لم يتخذ السياسيون أي موقف عدا في أيام المؤتمر الوطني في تطبيق روح القانون. طيب أنتم بالنسبة لكرئاسة المؤتمر والحكومة أيضا الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان، ما الإجراء الذي اتخذ؟ هل طلبتم مثلا، الآن ذكرت بأن الإعلان كان في من تونس أو تم تصويره هناك، يعني هل طلبتم من تونس كحكومة ودولة تسليم حفتر؟ هو في الأصل أستاذ عبد الله يعني أنت باش توصل لموقف قانوني باش بتطالب تونس، احنا عندنا طلبات الدولة الليبية حتى قبل حفتر ولم يسلموا، يعني عرفت في واحدين موجودين في مصر، واحدين موجودين في تونس، واحدين موجودين في أفريق، لا يعني ذلك أن نتمدر في جزار. كنا نتأمل في تطبيق القانون ونحن في المؤتمر الوطني، وكانت هي مع الفترة الانقلابات بدت تشتغل في النخب السياسية وفي النخب الحكومية، بدت الولاءات تظهر لحفتر بالصميم. ورغم ذلك أنا أذكر أن جو مجموعة من الثوار بصفتي أنا رئيس المؤتمر وبصفتي قائد أعلى للجيش الليبي، وقالوا لي نحن موجودين كنا في تونس وتصيدنا حفتر موجود في الهوتيل الفلاني داخل تونس، وبتواصلهم مع الأمن التونسي حسما أبلغوني يعني طلبوا هم مقابلتي ثلاثة أشخاص، قالوا الأمن التونسي قال لو جينا رسالة قبض والتسليم لجهة ضبطية في ليبيا فنحن مستعدين للقبض عليه. رغم أننا نعرف من اللحية القانونية متى قالوا لي الكلام هذا، هم كانوا يتوقعوا أن ندير لهم الرسالة بصفة رئيس مؤتمر وقائد على الجيش الليبي، وأنا طبعا دائما أحتاط لنفسي في الجوانب القانونية حتى لا بندم يظهر ضعفه قدام الغير. فقلت لهم أنا كقائد أعلى أو كرئيس للمؤتمر بصفة سياسية راه الأمر القبض يمشي عبر أمور قضائية، يما أمر من النائب العام، يما المدعي العام العسكري، يما بطلب عن طريق الأنتربول باش بستلم لك دولة لدولة، لأن عادة في اتفاقيات وفي قانون دولي في هذا الشأن. فقالوا هم قالوا مستعدين يعني أي أمر ضبطي، يعني كأن هم حسب الفهم اللي عندهم الشباب هادو بأن في خطوة بتتخذ. فقلت لهم تو نكلم وزير الدفاع في الوقت السيد عبد الله التنين إذا هو كوزير دفاع ولا أنه تتبع الاستخبارات العسكرية، وأمر القبض صادر من المدعي العام العسكري عرفت، ومن المؤتمر الوطني، كل يعني هذه الجهات موجودة.
فبالهاتف كلمته وقلت له تجيني في مكتبي، ففي خلال دقائق وصل لي مكتبي وحكيت له القصة لوحدة يعني، وقلت له في ثلاث شباب موجودين برا قالوا لو فيه رسالة من السلطة الليبية الأمن التونسي مستعدين يسلموه. فهو قال لي السلام أنا كوزير دفاع وتتعب تتبعني. نعم، وهذه رسالة سيد وزير الدفاع عبد الله تني يقول فيها للسيد رئيس الأمن الرئاسي التونسي المحترم لواء ركن، عنوان الرسالة لواء ركن متقاعد خليفة بن قاسم عمر حفتر بعد التحية، استنادا لإحكام قانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة بالجيش الليبي وإلى بلاغ معالي القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 2 لسنة 2014 في شأن تجريم العمل السري والملتقيات ذات الطابع السياسي والظهور أمام الإعلام المرئي والمسموع دون تصريح، وحيث أن المذكور أعلاه لم يلتزم بالبلاغ المنوع عنه أعلاه، وهو مطلوب من المدعي العام العسكري للتحقيق عليه نائم القبض على المعني وتسليمه للسيد خالد محمد الشريف وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإدارية والمالية. وهذه للأمانة نقول لك بالنسبة للتسليمة للأخ خالد الشريف، نعم، واتني قاعد على قيد الحياة وخالد الشريف على قيد الحياة. هو عبد الله اثنين نفسه أنا سألت السؤال قلت له ليش أنت اقترحت، لأنه كان يصيغ في الرسالة أمامي وقرأ علي الصياغة، فقال لي لأن خالد شريف مدير السجن وكان وكيل وزير دفاع هو، وربما هو يعرف في الشأن هذا منضبط أكثر من غيره، ولا يعني هذا شأن يخصه لأن تتبع وزارة دفاع مباشرة، هو وزير الدفاع يعني، فهو اللي اقترح يعني، وأنا يعني ما عندي شيء آخر باش نقول ليش ما اقترحت خالد شريف، لأن أنا من جهة ضبطية أنا بنعتي الأمر لو فيه أمر بالتسلسل القضايا، ولكن هو السيد عبد الله كان أمر سجن الهضبة. نعم يعني ربما وسجن الهضبة كان فيه كبار رموز نظام السابق. نعم في سجن الهضبة. طيب هذه إذن بهذا انتهى هذا الحدث من انقلاب حفتر الإعلامي، وسيأتي لاحقا بعملية الكرامة. نعود إلى قضية أيضا المناكفات داخل المؤتمر الوطني العام، وكان من ضمن ذلك وتداعيات ربما كانت من تداعيات حادثة غرغور وما نتج عنها من خروج كتائب مصراتة والاحتقان في مدينة طرابلس وعودة المظاهرات ضد تواجد تشكيلات مسرحة داخل المدن. هنا يعني طالب بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام إلغاء التفويض، نعم، الذي تم عن طريق المؤتمر لرئاس رئيس المؤتمر نوري بوسهمين وبصفته القائد الأعلى. يعني كيف كانت ظروف هذا الطلب؟ هو أول شيء اللي بنوضحه قد يتبادر إلى ذهن المشاهد بأنهم تنقولوا إلغاء التفويض كان إلغاء ميزة كانت مقدمة لرئيس المؤتمر. نعم. هو أنا نقول لك هذه هنا أعطيت ميزة ومكافأة لرئيس المؤتمر كان بيريحوه شوي، عرفت؟ لأن كلما تدير تفويض أنت لشخص مسؤول معناه أنت أتقلت كهنة في وزدت له من العبء، لأن ما فيهاش لا مزايا مادية ولا حتى معنوية، بالعكس هي مسؤولية وهي لا تدل على تقصير المؤتمر وأن هم ما يبوش يشتغلوا ولا غيره، لكن تدل أن فعلا على فهم عميق بأن الرئاسة في محتواها ليست رئاسة سياسية، رئاسة مؤسسة إدارة شركة تعطى التفويضات دائما للرئيس والمدير العام، ولكن كما أنا أوضحت في حلقات قادمة من الناحية القانونية يجب أن تكون محددة المدة ومحددة المواضيع، وقد تجدد وقد يضاف إليها بعض الشيء الموضوعي أو ينقص من اختصاص في الصلاحيات، ويجب أن فيه مراقبة من الجهة التي تفوض إلى المفوض. فربما في الحلقات الماضية لاحظت أنت كيف كان الحديث على غرفة الثوار في الأول أعجبتهم جميعا، واللجان أعدوا تقاريرهم ومعجبين بحماية طرابلس والامتداد الحماية إلى مدن أخرى، وعندما حدث اختطاف رئيس الحكومة في اللي فسر أن من وراءها غرفة الثوار الليبيا ومن حقهم إذا كان فعلا غرفة الثوار التي أنشئت إلى مزيد بحيث أن هي تحافظ على الأمن تمشي تتجرى وتتجاوز اختصاصها وتخطف رئيس حكومة أو عضو حكومة ولا حتى مواطن عادي خارج نطاق الشرعية القانونية، فيجب أن تلغى مثل هذه المؤسسات أو الهياكل.
فلما ربما حدثت احداث غرغور على ما اعتقد الغاء التفويض كان في يوم 20 نوفمبر نعم واحداث غرغور في 15 نوفمبر نعم فهي ربما باقي هنا في تاويل اخر بان الرئيس ما اتخذش القرار المناسب في معاقبه كتائب مصراته او استصدار قرار نهائي بعدم دخول لا نتصور انا بتنقول رجعنا كتائب مصراته الى مصراته هي اصلا مصراته ما دخلتش كتائبها عنوه هي نعم. بطلب من رئيس المؤتمر في احداث ما بين الزاويه وبين مرشفانة نعم. وعندما يتم الاعتداء على المؤتمر هياكل الامن الرئاسي لا تكفي لصد اعتداءات حنوضحها لاحقا وقرأنا في الحلقة الماضية مذكرة تقرير مذكرة رئيس الأركان لواء عبد السلام جد الله الطلحي والعبيدي وما يعني تفاصيل التكليفات التي تمت للدروع ولدرع الوسطى من ضمنها وكثير ولواء والكتائب المنطقة الوسطى وكان لهم دور كبير وخاصة القوة الثالثة في سبها نعم. وغيرها في عدة مواطن يعني. نعم والغاء التفويض هو المادة الأولى أذكر أنه يقول نعم. يلغى التفويض نعم هو أولا التفويض كان في شهر 8 كان في شهر أغسطس بسبب أيضا أحداث أمنية متتالية متتالية نعم. يفوض الرئيس بعرفت اتخاذ نعم. الخطوات اللازمة لاستتباب الأمن وكذا شوف لو تكرمت شوف لي المادة الأولى والمادة الثانية هنا بالنسبة للقرار التفويض في شهر أغسطس يوم 5 أغسطس 2013 المادة الأولى يفوض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي وإنهاء النزاعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون المادة الثانية يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه على كافة المعنيين به وضع موضع التنفيذ كويس هذا بالنسبة لي هذا بالتفويض التفويض طيب المفروض يلغى التفويض أول شيء يقول له مبرراته هل في فشل هل في إخفاق لكن معلش أقرأ علي يقول على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي 37 بعد 100 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/11/2013 يعني عرض الموضوع داخل جلسة المؤتمر في قرار نعم. صدر القرار الآتي المادة الأولى يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 المشار إليه اللي كنت تقرأ فيه أنت قبلها نعم. المادة الثانية تشكل أو تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة من أعضاء المؤتمر لتتولى تقديم مقترح يتضمن الحالات والمسائل نعم. التي يجوز للمؤتمر نعم. التفويض رئيسه في اتخاذ القرارات بشأنها طبقا للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011 كويس هذا الشيء تنظيمي ومطلوب وكنت أنا نطلب فيه يعني كان في الأول التفويض كان تفويض مطلق نعم. وهذا بصراحة يتقل كاهني وأيضا حتى غير منطقي في أشياء كثيرة لكن في أثناء العجلة وفي أثناء الكوارث والانسداد الصعب يا سيد الرئيس بالله مفوضوك بكل شيء نعم. بعدها تقول أنا نشكل لجنة باش يوضح وين حدود الاختصاص وين حدود التفويض ممتاز جدا نعم. وأنا أذكر في هذا الشأن اللجنة اجتمعت لأن هي مطلوبة في خلال أسبوع تقدم نعم هو هذا المادة الثالثة على اللجنة أن تعرض على المؤتمر الوطني العام نتائج أعمالها في أجل أقصى 7 أيام أيوه. من تاريخ صدور القرار بتسمية رئيسها وأعضائها نعم. والمادة الرابعة يعمل بإحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 3/11 على أنت من خلال تحقيق استبيانك وتدقيقك في مثل هذه المرات أذكر ربما التفويض اللي جاء بعده أنه يفوض الرئيس ونائبيه أو نعم. ونائباه عرفت نعم. يعني نعم. النائب الأول والنائب الثاني في اتخاذ القرارات الخاصة بالقائد الأعلى إذن هو يعتبر فقط تقييد للتفويض تقييد وتنظيم وهذا شيء نعم. مطلوب جدا نعم. نعم. وكان أيضا في بداية للضرورة لكن بدأت هنا مناكفات ليس مجرد الآن حل أزمة واقعة وأصبحت يعني هناك ضرورة لابد من إجراء اتخاذ سرعة إجراء واتخاذ قرارات لكن دخلت على الخط المناكفات داخل المؤتمر وتداعيات إغلاق النفط وبعد ذلك دخلت علينا قضية أيضا لا للتمديد لعل نستعرض هذه الأحداث في وخصوصا ملف لا للتمديد في الحلقة القادمة نشكرك شكرا جزيلا السيد الرئيس نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس
تيار يا بلادي. كما نشكركم يا الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.